فيكم مشاهدينا أجمل التحايا نقدمها لكم عبر تلفزيون دولة الكويت في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة إلا. اليوم هنالك بعض السلوكيات وممارسات يومية تأثر بشكل كبير وسلبي جدا على حياتنا، وتكون على نمط من الأفكار والمخاوف أو الوساوس الغير طبيعية، واللي تقود الشخصية أو الإنسان إلى القيام بسلوكيات متكررة، وتتداخل هذه المخاوف أو الوساوس مع روتين حياتنا اليومية وتسبب إزعاج كبير للشخص نفسه. وعلشان كذي راح نسلط الضوء على ما يطلق عليه الوسواس القهري، وما هي أعراضه، وشنو الآثار النفسية التي تقع على الشخص نفسه. كل هالأسئلة راح نجاوب عليها بعد ما نتعرف على موضوع حلقتنا بهذا التقرير. نشوفه ونرجع لكم. يعتبر الوسواس القهري من أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في مختلف المجتمعات، على الرغم من أن الوسواس موجود لدى الجميع بدرجات متفاوتة من شخص لآخر، وهي تبدأ بسيطة وتكون على شكل أفكار أو تخيلات وأفعال، إلا أنها تتحول إلى مشكلة أو مرض لما تصير قوية وشديدة ومتكررة، وتؤدي إلى الانزعاج وتدفع صاحبها للقيام بطقوس قهرية. ويعد الوسواس القهري هو نوع من الاضطرابات المسببة للقلق، واللي تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في فخ الأفكار اللي لا نهاية لها، ويظهر ذلك في بعض السلوكيات المتكررة والمعاناة من بعض السلوكيات اللي لا يمكن السيطرة عليها. والوسواس القهري هو سيطرة فكرة معينة على الشخص بحيث تحتل زاوية كبيرة من حياته، وهذه الأفكار تتحكم في حياته بشكل كبير وتأثر عليها. ورجعنا معاكم مشاهدينا بعد ما شفنا تقريرنا عن الوسواس القهري، وفي البداية نرحب بضيوفنا. يا هلا فيك دكتورة نادية. حبيبتي أهلا وسهلا. يا هلا فيك دكتور حمد الطيار. أهلا وسهلا، سعيد جدا بتواجدي. كلنا سعداء فيك وتواجدكم معنا. نبي نتكلم اليوم عن الوسواس القهري، وهل هو يعتبر مرض نفسي؟ ونبي نعرفه حق المشاهدين. طبعا أكيد، هو الوسواس القهري هو اضطراب نفسي، يعني الحين غيروا مصطلح الأمراض إلى اضطرابات. فهو اضطراب نفسي من مجموعة القلق، هو مرتبط أيضا بالقلق، ولكن لا طرق ويعني مؤشرات مختلفة، مرتبط بالأفعال القهرية والأفكار القهرية والسلوكيات القهرية وأيضا المشاعر القهرية. يعني مرتبط الوسواس القهري في كل شيء صعب ان انت تقدرين تسيطرين عليه، شيء يقتحمك، شيء ياكلك من داخل، شيء يجبرك انك تسوين اشياء انت يعني واعيه ومقتنعه انها غلط، لكن ان انت ما تقدرين تتحكمين فيها، هي تجي غصبا عليك. دكتور حمد، تعتبر ان افكار الوسواس القهري هي افكار حقيقيه؟ يعني هي تختلف من شخص لاخر، والموضوع الوسواس القهري واحد من المواضيع المهمه جدا اللي ياثرون على الاشخاص في كافه الامور، واحنا عشان نبسط الموضوع حتى للاخوه المشاهدين ومبسطه للعائله الكويتيه والعائله اللي قاعد تتابعنا، ترى حتى يصير في موضوع الوضوء في الصلاه وفي ان الشخص يقول انا توضيت ولا ما توضيت؟ انا كم ركعه صليت؟ وهو قاعد يصلي مثلا الام ولا الاخت ولا اي شخص يكون قاعد يصلي في البيت يقول انا بي ركعه، ينسى. فموضوع الوسواس يدخل حتى في الصلاه، يدخل حتى في موضوع الوضوء، يدخل حتى في موضوع الافكار. فموضوع الوسواس هو من المواضيع المهمه جدا اللي احنا عشان ما نعمق الموضوع ونتكلم عنه بطريقه يمكن اكثر علميه، بعد شوي نتكلم باسلوب علمي اكثر، بس احنا ودنا نبسطه حتى حق المشاهد. شنو يعني وسواس حق الشخص البسيط؟ الوسواس هو اللي تسويه اعتقادا منك ان انت ما سويته، او انت تقول والله انا ما ادري سويته ولا ما سويته، او ان انا تقول والله انا ما احكمت فيه، مثل يعني نظفت ايدي عدل ولا لا بعد يبي لها تنظيف اكثر. بالضبط، وهذا يمكن قبل يعني الشخص اللي كان يجلس يعني اجلكم الله في الحمام اكثر وقت طويل يغسل، وانا غسلت ولا ما غسلت؟ اذا كني لمست انا طرف الباب فرد اغسل مره ثانيه. وفي ناس تمون يعني في الحمام فتره طويله وقعدت سبحت ولا ما تسبحت، كني لمست هذا، لمست الشامبو، الشامبو قد يكون فيه ميكروبات، ارجع تسبح مره ثانيه، ويظل لساعات في الحمام، ويظل ساعات يغسل، ويظل ساعات في دوره المياه. فهذا الموضوع ياثر بشكل كبير على الاشخاص، وهنا يحتاج تدخل في موضوع الضبط، في موضوع حتى في موضوع قبل كورونا كنت يعني كان الشخص اللي يغسل ايده باستمرار كنا نقول احنا والله يعني كان الموضوع فيه عنده وسواس وعنده بعض الاضطرابات، بس الحين مع كورونا اضطر الواحد انه احنا نقول له خلاص يغسل اكثر، غسل ايدك. فكان الموضوع هو يعني عشان نلغي فكره قديمه كنا نقول لا تغسل ايدك فتره طويله او لا تظل، الحين بعد يمكن فتره كورونا وجائحه كورونا اضطرينا نغير المفهوم هذا ونقول له لا والله غسل ايدك او نظف ايدك، بس هني خوفا من امر اكبر. فهني يختلف الموضوع تماما عن احنا الموضوع اللي قاعد نتكلم عنه ونادي عنه في موضوع الوسواس القهري. واكيد طبعا يعني في طرق وفي يعني اساليب في التشخيص في موضوع انه متى يبدا تدخل
الشخص متى يبدأ يحس الشخص أنه والله أنا محتاج أحد يساعدني في التخلص من هذا الاضطراب. دكتورة نادية الخالدي، قبل شوي يمكن وضحنا حق المشاهد شنو معنى الوسواس القهري، الحين نبي نقول حق المشاهد شنو هي الأعراض اللي الغالب بنشوفها على اللي عندهم مشكلة الوسواس القهري. طبعا إيه الوسواس القهري، يعني وايد ناس يعني يحصرونه أنه هو مرتبط بس في النظافة، لا هو مرتبط في كثير من الأمور، يعني هو أساسا تحت مجموعة القلق. فشنو شلون أعرف أن أنا أمر في مرض الوسواس القهري؟ أن أنا تيلي أفعال قهرية، أنا قاعد أفكر أني الأم تخاف أنها تذبح عيالها في سكينه وفي شو اسمه فواكه ومعاهم سكين، تحس انها راح تاخذ سكينه وتذبح واحد من عيالها او تذبح زوجها. شو اسمه تحس ان انا بتاكد صكيت الباب ما صكيت الباب، قفلت البيت ولا ما قفلته، الغاز مفتوح ولا الغاز مسكر، يعني ايش يعني تي عندها مشكله بالتاكد ان انا سويت هالشيء ولا ما سويته، انا ماشيه بالطريق صح، حتى لما تركب السياره كلها تحس ان انا ماشي شلون قاعد تمشي السياره، فتي لها يعني مشكله في التاكد. فهني اول عرض ان انا عندي مشكله في التاكد، اسكر البيبان، اصك الغاز، شو اسمه اروح اسكر الليتات، تشوفينها دشت الفراش او الاب دش الفراش او الشخص دش فراشه يقوم مره ثانيه يتاكد ان كل شيء مسكر ولا مو مسكر، ويرد يقوم مره ثالثه ورابعه الى ان يوصل لمرحله الاجهاد. فاذا اول عرض ان انت عندك مشكلة بالتأكد، ومرتبطة هذه المشكلة في التكرار القهري ونهاية التكرار القهري، يعني أنت ما تروح تعمل هالعمل مو عشان أن أنت خلاص تأكدت، لأن أنت تعبت. مشاهدينا نطلع هذا الفاصل ونشوف معاكم الوسواس القهري عند الطفل مع الأستاذة أنوار الشلال أخصائية العلاج النفسي. رجعنا معاكم بعد ما شفنا هذا التقرير. مشاهدينا مستمرين في الوسواس القهري ومكملين في أعراض الوسواس القهري. دكتورة نادية، نبي نكمل بعد بأعراض الوسواس القهري. طبعا الأعراض هذه ان احنا نؤذي الآخرين، او ان احنا عندنا مشكلة في التأكد، او احنا عندنا مشكلة في العد، او عندنا مشكلة ايضا في ان احنا عندنا افعال يعني نفكر فيها قهرية، ايضا في مشكلة ثانية ان انا وايد منتشرة تخص الوسواس اللي هي انا سبيت الله، انا سبيت الأنبياء، انا سبيت الرسول، فأبدي انا احس ان انا يعني ابي اسب، او انا قاعد اسب وانا ما ابي اسوي هالشيء، بس يجي لي شعور غصب علي. فايضا هذه من الاشياء اللي يعني تعتبر من اعراض ايضا الوسواس القهري، ولازم هذه الاعراض تكون مرتبطه بثلاث اشياء. اول شيء تكون شديده، يعني بشده ان الناس اللي حواليك المقربين منك يلاحظونها، مثل ما تفضل دكتور حمد انه يجلس بال يعني يجلس ساعات مثلا يتسبح، في ناس اساسا من كثر ما يتسبحون وايد ويطولون بالسباحه يغسلون الصابون بصابون، او في ناس يخلصون صابونه واحده في السباحه يعني كامله الصابونه تخلص، وفي النهايه قاعد يأذون بشرتهم ويأذون جسمهم، طبعا يدشون في تقرحات بالجلد ويعني اشياء ايضا تؤذيهم. كذلك مثل ما تفضل دكتور حمد، ايضا في الوضوء، ايضا في الصلاه، ايضا في الذهاب للاماكن، هذه الاعراض لازم تكون شديده ولازم تكون معيقه. شنو يعني معيقه؟ يعني ما يعني تعيق كل شيء، تاثر على حياتي اليوميه، تاثر على حياتي، تاثر على الناس اللي حوالي، ممكن تسبب مشاكل زوجيه ايضا، انه يعني كثير من الازواج يعانون من هذه المشكله انه يطول ووايد يعني اذينا وذبحنا بالتاكد وذبحنا بهذه المزهريه حطيها هنا، هذه المزهريه وهذه القنفه كذي وهذا هذه الزوليه هنا، فهو مؤذي اساسا في حتى في البيت اذا كان يعني رجل او امراه، ابن او يعني صديق او حتى زميل في العمل، هو مؤذي في كل شيء يعني بخصوص التماثل. هذه الاعراض تكون شديده ومعيقه ومتكرره وتستمر لمده 6 شهور او اكثر. دكتور حمد، برايك شنو هي الاسباب اللي تخلي يصير عند الانسان هذا الوسواس القهري؟ يعني هي الاسباب تحديدها يعني هو اسباب كثيره، التحديد يصعب تحديدها ويصعب ان احدد والله ايهما اكثر اثر، بس اكيد هو موضوع التنشئه له دور مهم جدا. موضوع أن قد يكون الآباء طريقة تعامل يعني في التربية طريقة تعاملهم مع أبنائهم دائما يخلون دائما في شك في الشيء اللي سووه، أن لما يسوي شيء كان يشك في قراره ويشك في الطريقة اللي سواها ويشك في الأسلوب أو المبرر اللي على أساس سوى الأمر هذا، فيبدأ هني الشخص يكون عنده تردد وعنده وسواس وعنده أنا مو متأكد من قراراتي، مو متأكد من سلوكياتي، مو متأكد من تصرفاتي، ها
هل أنا صليت ولا ما صليت؟ هل أنا توضيت ولا ما توضيت؟ هل أنا كليت ولا ما كليت؟ هل أنا جبت الشيء هذا ولا ما جبته؟ فهني لما يكون الشخص عنده خلل في موضوع القرار اللي يأخذه في موضوع التنشئة، هني لا دور مهم جدا في التأثير في موضوع بناء أو إن غرس الشخص الوسواس القهري. في بعض الأشخاص قالوا هذا الأمر وراثي، في دراسات كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع قد يكون وراثي، وبعض الأسباب أو بعض المبررات قالوا لي أسباب بيئية أو أسباب تنشئة لها علاقة كثيرة في البيئة، في طريقة تعامل الوالدين مع الأبناء. فهني كلها مبررات وكلها أسباب تدعو إنك قد يكون الشخص هذا عنده الوسواس القهري. بس أبي أكد وأضيف على كلام دكتورة نادية فيما يتعلق في بعض الأحيان في موضوع التكرار، وهذا من أكثر الأمور اللي تؤرق الشخص اللي عنده وسواس وتخليه منهك وتخليه تعبان، انه هو دائما في موضوع المهام اللي يسويها، هل هو اداها بالشكل المطلوب؟ هل اداها بشكل صحيح؟ هني يبدا تدرج. اول شيء، هل اداها ولا ما اداها؟ انا المهم المطلوب مني اديتها ولا ما اديتها؟ سكرت ليت ولا ما سكرته؟ انا سكرت الماي ولا ما سكرته؟ في بعضهم ينسى يقول انا سكرت الماي ولا ما سكرته. فهني اول شيء يتاكد هل هو ادى المهمه ولا ما اداها. وبعدها يدخل في مشكله ثانيه يقول انا لا بل سكرت الماي، او مثلا سكرت الليت، بس هل انا اديت الشيء هذا بطريقه صحيحه ولا ما اديته؟ فينتقل من موضوع اديته ولا ما اديته الى ان اديته بطريقه صحيحه ولا ما اديته بطريقه صحيحه. فهو دائما الشخص يعني يعاني، مخه مو مرتاح. انا اتكلم بالذات، وهو يمكن يعني مثل ما تفضل الكندي قد ما يكون الامر مقرون بافعال وتصرفات او سلوكيات، دائما الامر يكون مقرون بالمخ في التفكير، فيكون مخه تعبان منهك مخه. فالشخص يكون منهك في التفكير. طبعا لما يكون شخص مسؤول عن بعض المهام وعنده مهام كثيره يتعب تعب شديد لانه مهام او مسؤوليته كبيره. فهذا الشخص لما يكون ولي امر وعنده مع عياله، يعني الله يحفظ الجميع، مع ازدياد الاسره التعب يكون دبل، فيكون اكثر ما يفكر نفسه يفكر بعياله، يفكر كلا ولا ما كلا، سوى ولا ما سوى، راح ولا ما راح، شرى ولا ما شرى. فبدا يكون التفكير من ما هو شخص مفرد الى عده اشخاص، فيكون التفكير بشكل جمعي، وان يكون الانهاك والتعب بشكل اكبر. فالشخص، انا دائما انصح اي شخص هذا يعني يعاني من الامر هذا، دائما اقول له اذهب الى الناس المختصين، راح يساعدونك، راح يساعدونك بشكل كبير جدا. لان الامر انت استمارك له انك ما تحط لك اشارات يعني، وبعد شوي اذا في مجال، او انه يعني الحين بدا يشير على اشارات بسيطه انه شلون الاشخاص ممكن هو يتمكن. يعني كان مره احد الاشخاص يسالني، هو كان يعني شخص مسؤول في الامامه، في امامه المساجد، فكان يقول لي ان انا بنتي تعاني انها اذا صلت ما تدري كم ركعه صلت، خصوصا في ركعات او في الصلوات اللي يكون مثلا والله عددها رباعي او ثلاثي، فهي ما تدري وصلت الركعه الثانيه ولا ما وصلت، يعني عند التشهد. فهني يكون في يعني عدم انتباه وتشتت في عدد الركعات. فقلت له اشارات بسيطه، دائما خل الامر مقرون، فانت دائما الركعه الثانيه فيها سوره الصمد او قل هو الله واحد، خلاص انت هني تعرف ان انت بركعه ثانيه، فعشان يكون عندك اشارات في المخ ان الركعه الاولى اقرا فيها اللي تبي، الفاتحه وبعدها اقرا فيها اللي تبي. الركعه الثانيه انت من تعرف انت قريت سوره الصمد او قل هو الله واحد، انت بركعه ثانيه، فتكون دائما اشاره ان انت هني وقت التشهد. فهني قال لي يعني، هو طبعا فتره قال يعني حليت المشكله كبيره جدا كانت عند بنته. فيقول لي هني الموضوع متى ما، وكل شخص عنده في موضوع عدد الصلوات او عدد الركعات، في الصلاه اللي فيها اربع ركعات او ثلاث ركعات، في الركعه الثانيه دائما قل هو الله واحد، راح ترتاح بعد فتره وما راح تضيع كم ركعه صليت. فهني هذا وسيلة مهمة جدا في انك انت تضبط الموضوع وتحد من موضوع الوسواس القهري في الصلاة. دكتورة نادية، يعني الحين هذا الانسان اللي قاعد يتعرض حق الوسواس القهري، هو يدرك انه هو قاعد يعيش وسواس قهري ولا لا يدرك في هذا الشيء؟ اي يدرك انه هو قاعد يفكر افكار يعني مو حقيقية وافكار وهمية، ويعرف ان اللي قاعد يسويه شيء يعني مو صحيح، ولكن مو ما يقدر يتحكم بهذا الشيء. فهو مشكلته مو في الادراك، هو مدرك، ولكن مشكلته في التحكم. هو ما عنده القدرة على التحكم بهذه الأفكار أو الأفعال أو المشاعر القهرية، فهني هذه هي المشكلة. أيضا أنا بعد بضيف نقطة حق أن كيف ينشأ الوسواس. هل هي مشاعر تأنيب ضمير أو مشاعر ذنب، شعور بالذنب من هني يجي الوسواس؟ طبعا أكيد هو يجي شنو، هو يجي من أول شيء استعداد وراثي. استعداد وراثي، كل الاضطرابات النفسية يعني لها استعداد وراثي، ولكن هذا لا يعني الإصابة فيها. اثنين، نقص في يعني هرمونات المخ، وهذه أشياء يعني مختص فيها الأطباء النفسيين. تي إحنا من إحنا يعني المعنيين في وصف الوسواس القهري إنه هو يأتي من السنة الأولى إلى السنة الثالثة من عمر الإنسان، لما أعلم الابن على التحكم في عملية الإخراج.
هني يبدأ صناعة الوسواس القهري. يعني لما أنا أعطي رسائل مبطنة لهذا الطفل إن أنت ما تقدر تتحكم في هذه العملية، أنت ما تكف كفاية، أنت ما تعرف يعني عدد المرات اللي أنت محتاج فيها للذهاب لي يعني هو تعزيز شعور الذنب يعني فيه. فإذا هذه الأشياء هي تبدأ بصناعة الوسواس القهري وأيضا الشخصية الوسواسية القهرية. فلما يكون في خلل في مرحلة الطفولة وتوصل الرسائل النفسية للإنسان هذا في تكوينه النفسي، يبدأ الإنسان شنو يصير؟ يصير إنه خلاص أنا مو ثقة، أنا لازم أعيد وأكرر، أنا لازم المعلومة اللي تعطيني إياها أكثر من مرة، أنا لازم يعني ما يثق في أي شيء هو يعمله، أيضا ما يثق في مشاعره الداخلية. هي تبدأ من الطفولة وأيضا تبدأ بعد عند صناعة الضمير عند الإنسان. يعني هل الشيء اللي أنا قاعدة أسويه فعلا هو شيء صح ولا هو شيء الخطأ؟ هذا يجي عند الأفكار القهرية المتعلقة في المشاعر. يعطيك العافية. مشاهدينا إيش رأيكم نشوف آراء الناس بموضوع الوسواس القهري ونرجع لكم. هو الوسواس نوع من القلق، ان انا طول الوقت ما سويت هالشيء، متوتر، ابي يعني ما ارتاح الا لما اسوي هالشيء. واعتقد الشخص اذا ما سوى الوسواس اللي بباله راح ينتهي منه، لا اذا سواه راح ينتقل الوسواس حق شيء ثاني. فالوسواس الزايد هو 100% يعني يعتبر مرض نفسي، لان انت تعتقد دائما ان انت فيك مشكله، وبالنهايه العقل الباطن مالك هو اللي يكنترول على العقل خلينا نقول الكونشس. ف يقول لك انت اي ترى انت ممكن ريلك الحين حاليا لو تفكر انت ريلك تعورك وهي ما فيها شيء، ريلك راح بالفعل راح تعورك، فهذا انت الوسواس هو اللي يعمل فيك العمليه هذه. طبعا مرض نفسي، شلون مو مرض نفسي؟ لان الشيء لما تراجع تقعد اذا مره مرتين وثلاث طبعا انت قاعد توسوس، انت الحين قاعد تعيد الشيء نفسه، قاعد تعيد الشيء نفسه، اكيد هذا وسواس. طبعا اكيد الوسواس القهري يعتبر مرض، لانه بيخليك تعيد اكثر من مره وأكثر من ساعة وأكثر من دقيقة، بياخذ منك وقتك، بياخذ منك عنايتك الشخصية، بياخذ منك خروجك لعدد أماكن بسبب إعادة الغسيل، إعادة الوضوء، إعادة الغسل، إعادة يعني وانتم كرامة الشاور، بيخليك تشوف كل شيء ضرب اثنين. نعم الوسواس زايد يعتبر مرض يعني وله تشخيص نفسي، لكن ما أفقه فيه يعني أهل الاختصاص ممكن أدرى. الوسواس هو طبعا يأثر على الحالة النفسية ويتعب ويخلي الواحد دائما تفكير 24 ساعة، ويقول أنا لا والله ما غسلت يدي، لا ما غسلت، وهو بالعكس تلاقي مغسل 20 مرة، وهذه تأثر، هي هذه الطاقة السلبية، هذه أكبر طاقة سلبية. ورجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين في موضوعنا عن الوسواس القهري. دكتور حمد، نبي نتكلم أكثر بخصوص الوسواس القهري. نعم، ويعني هو الأمر يعني كبير جدا وحصره صعب جدا، بس أنا أتكلم على شلون أجد حلول وأجد يعني طرق تعامل للتكيف مع الأمر هذا بل للسيطرة عليه في بعض الأحيان. إذا أنا مثل ما تفضل دكتور نادي أنه هو الأمر هو عنده علم أن هذا الأمر أو على وعي أنه هو تحت الوسواس. دكتور هذا إذا كان عنده علم، بس في بعض الناس اللي عندهم الوسواس القهري يتعمدون يخفون هذا المرض. هو طبعاً هو أكيد يحاول، بس أتكلم أنا بعض الأشخاص على وعي وعلى إدراك إنه هو عنده الوسواس القهري. ويبي عارف. خصوصاً الناس اللي حواليه دائماً يقوله ترى يعني سويت شيء هذا خلاص. أنت ليش قاعد تسأل عنه؟ واللي حواليه دائماً لما هو يعني ينتبه إن كل الناس اللي حواليه يعدوا على نفس الكلام، ترى أنا سويت شيء هذا، أنجزته، أديت المهام هذه. فليش أنا ما عندي إني أنا الإيمان والثقة إني أنا أنجزت الشيء هذا؟ نقول احنا ابدا تعامل بطريقه ان انت تكون مرشد نفسك. شلون تكون مرشد نفسك؟ كل واحد فينا عنده موبايل، كل واحد فينا خل دائما عندك في الموبايل في شيء يسمونه النوت او المسودات او اي كلام، حط لك شيء اشارات ان انت اجزت بعض المهام. اذا انت عندك تعاني مثلا من دورات المياه، حط دورات المياه وانت بعد ما حط لك تشيك ليست، حط لك صح ترى انجزت الشيء هذا، حط لك كل يوم بيومه وامسح، يعني بعد ما تنتهي من اليوم هذا روح اليوم اللي وراه، حط لك انت مهام اللي تسويها اللي انت عندك شكوك في تأديتها او تعتقد بعد ما اديتها راح تقول والله انا كاني اديت ولا ما اديت. مثل الامور هذه اللي فيها شك، الليتات، الباب، قفل الباب، السياره، طفيت السياره ما طفيتها، سويت شيء هذا ما سويته، كل المهام اللي عندك ترى هذه وسيله، الموبايلات وسيله لنا، وسيله ان احنا عشان نستخدمها استخدام ايجابي. فخل عندك الموبايل هذا، حط فيه كل الاشارات وكل الامور، وانت تاكد لما تيجي بتسوي مثلا او تقدم على الامر، انا سكرت ولا ما سكرت؟ افتح موبايلك. لا لا انا سكرت. انا سكرت الماء ولا ما سكرته؟ ترجع للموبايل، لا سكرت الماء. فانت كل المهام اللي عندك، عشان ابسطها، كل المهام اللي عندك
بالموبايل راح تعرف ان انت انجزت وسويته بشكل سليم بشكل صحيح. متى ما تاكدت ان كل امور راح تشعر ان انت والله خلاص انا ما له داعي ان انا اقدم او اقوم من فراشي واروح واقدم على مهمه خلاص. ودائما الشك يعني دائما روح على الشيء اللي انك اتميته، لا تروح على النقطه السلبيه مثلا والله انا شكيت سويت ولا ما سويت، قول لا انا سويت. فدائما روح على النقطه الايجابيه او روح على النقطه الصح انك تسويت، توظفت ولا ما توظفت، قول انا توظفت. حتى في الفقهاء في الدين تكلموا على موضوع الصلوات، متى يكون في شك يقين وفي شك انه والله انت ما تاكدت ما وصلت لمرحله اليقين، انت عندك الشك هذا، فدائما تروح على الاكمل، تروح على انك انت انجزت المهمه، تروح انك سويت المهمه هذه. واكيد مع تكرار المواضيع هذه اكيد راح تصل الى نقطه ايجابيه، واكيد باستشاره شخص مختص سواء كان دكتور او استشاري او طبيب نفسي اكيد راح يكون الموضوع يصل لنهايه ايجابيه ان شاء الله. من المعروف دكتوره ناديه ان اي مرض نفسي ياثر تلقائيا على الجسم ويسبب له امراض، اذا بنقول ان الوساوس قاعد تاثر على الجسم، شنو هي الاعراض اللي ممكن تاثر فيها على الجسم؟ طبعا تسبب التهابات جلديه، تسبب مشاكل في التركيز، تسبب انسحابية أيضا، يخجل من الناس، يوصل مرحلة أن أساسا من أهم أعراض الوسواس القهري أن أنا أخاف أن أنا أطيح في موقف محرج قدام الآخرين، فأيضا راح يسبب أيضا لانسحابية. بس أنا في نقطة بينوه عليها، في فرق يا جماعة بين الوسواس القهري وبين اضطراب الشخصية الوسواسية. الوسواس القهري ويعرف أنه في مشكلة ويعني يدري ان هو المشكله هذه اكبر منه، لكن الشخصيه الوسواسيه هو ما يدري ان في مشكله، الناس اللي حواليه طايقون منه. بس هو عند نفسه انا عادي، انا انسان طبيعي، انتم شنو فيكم؟ فاذا ليش؟ لان هذا نمط شخصيته، فهو يؤذي الناس اللي حواليه. ليش يؤذي الناس اللي حواليه؟ لان كل شيء يبيه مثالي، كل شيء يبيه مرتب، كل شيء يبيه بنظام معين، ما يثق في الآخرين، يحب كل شيء هو يسويه. يعني تعتبرين أن الشخصية المثالية هي من درجة تحت الوسواس القهري؟ أكيد أكيد، لأن يعني ما في مثالية في الحياة وما في مدينة فاضلة في الحياة، ولا في شيء فعلا يمشي 100% في كل شيء، لازم في قصور مني ولا منك. حتى الكتاب يعني بما أني أنا يعني أكتب كتب وعندي كثير من الكتب والروايات وكذي، فأنا أعرف أن مهما أتقنتي في كتاب، الكتاب لازم في أخطاء. كل شيء في الحياة لازم في أخطاء بسيطة، أنه يعني في طبيعتنا البشرية لازم أن إحنا نسهى عن شيء ونغفل عن شيء. لكن الشخصية المثالية أساساً ما يقدر ينجز الأشياء، والسبب شنو؟ أنه وايد يفكر المثالية، وايد يدقق في التفاصيل، وايد يهتم في اشياء الناس ما تطالعها ولا تهتم فيها، يعني عادي يقلب الدنيا عشان والله مزهريه عويه ولا ورده مايله، يعني اشياء عاديه، لكن هو يعني هو بالنسبه عنده هذا نظام، لكن بالنسبه حق الاخرين هذا شيء طبعا مجهد ومتعب. دكتور حمد، طبعا احنا معروفين هنا يعني بقعدتنا لازم نسال، منو اكثر عرضه، الرجال ام النساء للوسواس القهري؟ لازم نقول نفس الكلام عشان نعطي كلام علمي وكلام مهني. هو ما في دراسه واضحه تثبت، ودائما الدراسات ترى هي يعني عشان انا يعني اتكلم حتى في موضوع معيار الدراسات لازم تكون شريحه ممثله للمجتمع او شريحه ممثله للعين المطلوب دراستها، بس هي كاطلاق كاجمالا يعني افترض ان قد تكون يمكن النساء اكثر، يعني لان طبيعه المهام اللي عندها وطبيعه المسؤوليات اللي عندها فقد تكون هي اكثر، بس كشيء علمي وكشيء موضوعي ما في دراسه تثبت، ولو في دراسه قالت النساء اكثر حتى دراسه ثانيه تقول الرجال اكثر، فيعني عشان نحدد احنا المعيار واضح ويعني صريح يعني ما فيها لا نساء ولا رجال، هي راجعه للافكار وراجعه للشخصيه نفسها. نعم، هي مرتبطه بنسبه مئويه، يعني تقريبا حسب يعني اخر اطلاع لي ضمن اللي نشرته منظمه الصحه العالميه، تقريبا 2 الى 4% من سكان العالم يعانون من الوسواس القهري، وهو مصنف من الاضطرابات التي تعيق حياه الانسان، الوسواس القهري. نعم، لازم هو من الاضطرابات هذه. شكرا مشاهدينا، خلونا نشوف المشهد اللي مجهزه لنا مخرجنا ونرجع لكم مره ثانيه. ها نوم شيطان والله الدنيا تجاه سمبين بيتو انسان نوم شيطان الدنيا تجاه سمبين بيتو انسان بابا صوتك حلو نزل هفله
على هالحكي؟ اي بابا. سوينا معاشك 30 دينار. بعد شابني بابا. صب شاي صب شاي. كمار. ها بابا. انت اسمع الجرس؟ اي بابا نسمع جرس مو اسمخ، انت اسمع جرس؟ إيه؟ روبت الباب. انا بابا هذا وي ولدك اعطيته وي. ورجعنا مشاهدينا ومستمرين معاكم. إذا بنقول إن الوسواس القهري موجود، متى يحدث الوسواس القهري؟ يعني متى يحدث للإنسان الوسواس القهري؟ لما يبدأ أنه ما يقدر يتحكم في ردود أفعاله، ولا يقدر يتحكم في المشاعر اللي قاعدة تهاجمه، ولما ما يقدر يتحكم في السلوكيات اللي هو قاعد يعملها. هني لما توصلي لمرحلة أنك فقدتي التحكم، عرفي أنك أنت في دائرة الوسواس القهري. دكتور، متى يصير الوسواس القهري خلاص خطر؟ يعني خط أحمر لازم يتصرفون، يا هو يروح يتصرف يا العائلة اللي معاه تمسكه وتروح توديه الطبيب. والله أنا افترض متى ما وصل الأمر إلى أن درجة الإجهاد أو الدرجة المرضية، أن يبدأ الشخص ينهك من الأمر هذا، تكرار الأمر هذا. واحد ذكرنا مثلا عديدة في موضوع التنظيف، موضوع تأدية بعض المهام، تأدية أو التأكد من إنجاز بعض المهام. متى ما وصل الشخص هذا إلى درجة تشكك وعدم التثبت من الأمور هذه، دائما نقول له إحنا تدارك الأمر في البداية كي لا يتفاقم ويصبح صعب السيطرة عليه في مراحل متقدمة. فدائما يقول حق أي شخص، أي ذكر كان أو أنثى، صغير كان أو كبير، إذا كنت تعاني من الأمر هذا في البدايات وشفت اللي حواليك يعطونك التنبيهات هذه، ترى أنت شنو سويت شيء، انتبه. فأنت أخذ قرار واتبع بعض الأمور اللي قلناها إحنا في يعني في الحلقة، سواء في إنك تحط إشارات في التليفون، أو إنك تنتبه لبعض الصلوات، أو إنك تأخذ شخص أو تروح تراجع شخص مختص في الجوانب هذا، أكيد راح يرشدك إلى الطريقة الأسلم والطريقة الأكثر إيجابية في التخلص من مثل هذه الاضطرابات. دكتورة نادية، نشوف بعض الناس مثلا يتجنبون أرقام معينة، يتجنبون ألوان معينة، يقول لك لا والله هذه تجيب لي باد لك يعني، أو تجيب لي حظ سيء، ولا يعني قوم إيه. هل هذا تعتبر مثلا وسواس قهر؟ اي مرتبطة عند هذه، مرتبطة في مرحلة الطفولة، ان الطفل هذا شاهد مشهد، المشهد هذا كان مقزز بالنسبة له، او متعب نفسيا، او منهك فكريا، فيبدي يتجنب كل الاشياء المتعلقة في المشهد، سواء كان ارقام، سواء كانت الوان، سواء كان، فيبدي يعني احنا دائما نقول، يعني انا صنف نفسي تبع المدرسة التحليلية، ان انا اؤمن ان كل شيء موجود معنا الحين هو مرتبط ومتصل بالطفولة، لان احنا نتائج طفولتنا. فليش انت تتكون الشخصية كاملة، ولكن احنا الحين قاعدين نبدي نعدل في الاشياء اللي تكونت اساسا من الاساس. طبعا لما يوصل الانسان يخاف من اماكن، ان عنده مشكلة من ارقام، عنده مشكلة من اشياء، فلما نبدي نرجع في الجلسة الحوارية اللي هي بداية الجلسة التشخيصية اللي يجلس فيها المختص مع الحالة، يعرف أن سببها كان يعني ألم يعني حدث بالطفولة وما تم معالجته. دكتور حمد، يمكن بالبداية تكلمنا عن طرق العلاج، نبي بعد نوضحها أكثر حق المشاهد علشان نركز عليها أكثر. نعم، إحنا خلنا ما نوضح نكررها وبشكل أبسط عشان تصل إلى كل مشاهد. إحنا نقول دائما يعني في الموضوع، المواضيع المتكررة والمشاهد عندنا في كأسر كويتية، موضوع التنظيف، موضوع الصلاة، موضوع المهام، هو أكثر أمور يمكن إحنا يمكن يعني تواجهنا في حياتنا. فإذا كان في مهام، أنا دائما أقول دائما كل شخص فينا عنده موبايل، والموبايل هذا وسيلة، إما تكون وسيلة إيجابية أو تكون وسيلة سلبية. الموبايل هذا أنت تقدر تحط فيه في النوت أو في المسج أو في أي طريقة بحيث ترجع لها في تأدية مهامك خلال اليوم. أنا عندي مهام أسويها خلال اليوم، سواء عمل، سيارة، باب، شبابيك، تنظيف، غاز، فعندي أمور أحطها في البيت أكتبها أو أصورها بعد ممكن. أكتبها يعني. أو أصورها، بالعكس أنا خليني أقول الكتابة أسهل، ويكون عندي مكان أرجع له، وسيلة للتخلص من الوساوس. وأبدأ أرجع وأحط كل شيء سويته، أحطه تشيك ليست، صح أنجزت المهمة هذه، صح سويتها، صح إني أنجزتها، وبطريقة هذه راح أرتاح أنا كشخص، راح أرتاح من غير ما أي يعني، ترى كثر الناس من اللي حواليه يقول ترى أنت سويتها بس لمتى تعبتنا. فأنا عشان أحمي نفسي أخلي عندي الموضوع هذا يكون بيني وبين نفسي. هذا موضوع. موضوع التنظيف كذلك قلنا نفس الموضوع، حط في التنظيف كنت أجزت المهمة هذه. في موضوع الصلاة دائما أقول أنا ورد عيدها، كنت قلتها في 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 فقرة سابقة في هذا البرنامج، أتكلم أنا إذا كانت صلوات زوجية 4 ركعات أو 3، ما رك مو ركعتين، الأربع أو الثلاث، أنت دائما في الركعة الثانية حدد الآية اللي تبي، الصورة أو الآية تبي تقولها، قل هو الله واحد، انتهى. فهذا لما أصلي وأنا قرأت الركعة الأولى أي صورة كانت بعد الفاتحة، ومن ثم الركعة الثانية الفاتحة،
اثبت انا كل ركعه ثانيه عندي قل هو الله واحد أوكي. فيصير عندي الاويرنس اني انا انزل وقت اني تشهد او اني عندي الصلاه هنيك عندي علم ان انا عندي معيار وعندي تثبيت وبصمه ان انا في الركعه الثانيه وراح يفتح الشخص هذا راحه كبيره بعد هذه المره. يعطيك العافيه دكتوره ناديه، تبي تقولين اضافه جديده على هو طبعا علاج الوسواس، يعني اما علاج دوائي اذا كان خلل في هرمونات المخ، ويعني اساسه هو العلاج المعرفي السلوكي في فقدان الحساسيه التدريجي. العلاج يتم ان يعني انا ما ايد ان الشخص انه هو يعالج نفسه من الوسواس القهري، لانه هو يحتاج يعني هو اساسا يمر في حاله قهريه، فهو يحتاج احد يعني مختص يساعده طبعا وانه يرشده بشكل صحيح. مده العلاج لازم تكون يعني مده دقيقه واضحه، خلال هالاسبوع راح انت يحدث عندك هذا التغيير الاسبوع اللي وراه، وهكذا لمده العلاج اللي حددها المختص. ايضا في نقطه وايد مهمه، وهي ان الشيء اللي يقدر يسويه الشخص وبامكانه انه يعمله انه هو لا يستجيب للفكره، انه يعني لا تستجيب للفكره، ابدأ اعمل آليات مع مختص، لان انت مهما عملت حق نفسك انت تحتاج ان احد يعني تحتاج الى سند قوة تسندك تساعدك في تخطي هذا الأمر. مع فقدان الحساسية في البداية راح يبدأ الأمر كبير، ولكن بعد شوية راح يختفي في كل جلسة في تحسن إلى أن تصل إلى مرحلة الشفاء. شكرا لك دكتورة نادية على هذه الإفادة، وشكرا لك دكتور حمد على الكلام اللي قلت لنا إياه وأفدنا فيه. مشاهدينا خليكم معنا بعد ما نشوف هذا التقرير مع زميلتنا فجر ونرجع لكم. اللي تشوفه أنت إعاقة هو يشوفه بأنه هو دافع ومحفز لتحقيق الأهداف. اليوم ضيفنا متميز بأنه حقق بعض الأهداف وعدة أهداف، وأيضاً يقول بأنه يستمر في تحقيق هذه الأهداف. ضيفنا اليوم وليد الدوسري، عضو فريق الإرادة لذوي الإعاقة ومدرب متخصص وأيضاً بطل عالمي. خلونا نتعرف عليه. نرحب فيك ببرنامجنا أستاذ وليد الدوسري في برنامجنا ساعة إلا. حياك الله. حابب بالبداية تعرفني عن نفسك. معاك خوش وليد الدوسري، بطل عالم في رمي الرمح وسفير ذوي الإعاقة للعمل الخيري. نعم، وعضو في فريق الإرادة مع الأستاذ هشام الكندري، نوجه له تحية. بالنسبة حق رمي الرمح، بطل العالمي في اي مركز يعني وصلت له، وشنو البطولات اللي شاركت فيها؟ انا بفضل الله وصلت للمركز الثاني العالم. ما شاء الله. ايه عندي بطوله الخليج. نعم، وبطوله افريقيا والشرق الاوسط. المركز الثاني كان في اي بطوله فيهم؟ بطوله العالم. في بطوله العالم كانت باي دوله؟ في امريكا. في امريكا، ما شاء الله. ومتى كانت بدايتك؟ متى بلشت ومتى حصلت على هذا اللقب؟ أنا بلشت سنة 2002. نعم. إيه. كان سهل؟ لا والله كان صعب. بس بالنهاية كانت نهايتها حلوة كنتيجة يعني. إيه الحمد لله فضل الله. لازم تتعب بالأول عشان تحصل كل شيء. بأي سنة فزت بالبطولة؟ 2005. 2005 ما شاء الله. واليوم انت اللي عرفت انك انت اليوم مدرب معتمد. اي نعم. شنو مجال التدريب اللي تقدمه؟ دورات تنمية بشرية، تحفيز وتشجيع. اي نعم. لذوي الإعاقة وايضا لغير ذوي الإعاقة. متى كانت بدايتك في التدريب كمدرب متخصص في مجال التنمية البشرية؟ 2018 تقريبا، 2018. وشنو كان السبب اللي خلاك انت تروح حق هذا الاتجاه؟ انه هو شغف ولا هل يعني كونك من ذوي الاعاقه او من ذوي الاحتياجات الخاصه خلاك تروح هناك؟ لا، انا اول شيء الدافع الاساسي طموح، لازم الانسان يطمح طبعا بالافضل. فكان هو هي اثبات وجود بعد بين الناس. اي نعم، اني انا كوني من ذوي الاعاقه ما يعيقني شيء. طبعا اكيد الحمد لله. طبعا الاراده هي اللي تخلي الواحد يحقق اهدافه. بس انا اللي يعني اللي لفت نظري يعني ان كونك في مجال اللي هو التنميه البشريه، شنو مشاركاتك؟ شنو شاركت فيه؟ يعني شنو
التدريب أو حصص التدريب اللي قدمتها وين كانت؟ أنا أول شيء قدمت حصة أو حصتين تقريبا قبل كورونا. قبل كورونا. إيه. بلشت. إيه فا إن سبحان الله أنا عادة المتدرب يجيب معه أجهزة ويجيب معه مثلا معداته تجهيزاته، أنا مو جايب شيء معي كلش نهائي. ما خذيت دورات قبلها لا. ولا دراسة؟ أنا أخذت لي دورة الحمد لله، بس اللي كان ينقصني إنه يكون معي اللابتوب. نعم. وإني أشرح، أنا شرحت بدون لابتوب. أول شيء أنا شرحت عن القضاء والقدر، شلون الإنسان يصبر، شلون الإنسان يتحمل. شنو مشاركاتك بعد يعني من ناحية التدريب؟ وين شاركت؟ شنو الدورات اللي قدمتها؟ الجهات اللي قدمت فيها هذه الدورات؟ أنا كنت سبحان الله كنت مخطط على كذا جهة وقعدت أرتب شغلي، فجتنا كورونا كل شيء تأجل. الحمد لله كل شيء خيره. الحمد. وأيضا أنا اللي عرفته بأنك أنت أيضا لك مشاركات في إغاثة اللاجئين في دول ثانية. شنو الدول اللي رحت لها لإغاثة اللاجئين؟ رحت لبنان ورحت الأردن. الأردن. المخيمات. المخيمات هناك. وكنت تقدمون لهم يعني مساعدات. مساعدات. وشنو كان إحساسك وأنت تقدم هذه المساعدات؟ صراحة إحساس لا يوصف. فرحة كبيرة إنك مثلا تروح تنقذ انسان، هذا شيء كبير. اي نعم. انزين، حاب توجه رساله اخيره؟ انا اوجه رسالتي حق اخواني من ذوي الاعاقه واخواني اللي من غير ذوي الاعاقه. الانسان ما في شيء يعيقه في هالدنيا ولا في شيء يوقفه. اي نعم. احلم ترى الحلم زين. الاحلام زينه وقادر الواحد يحققها. إيه. بالإرادة والإصرار. طبعاً كنا سعيدين بمقابلتك أستاذ وليد الدوسري، ونشكر لك أكيد حضورك ويعطيك ألف عافية. ننتقل الآن إلى الاستوديو. يعطيك العافية فجر على هذه الفقرة الرائعة. والحين وصلنا نهاية حلقتنا بعد ما تحدثنا عن تأثير الوسواس القهري على الصحة النفسية، وخصوصا بأن الوسواس القهري يعتبر من الاضطرابات النفسية اللي تبين درجة ضعف الإنسان، لأن هذا الوسواس أو الأفكار الغير منطقية ممكن أنها تعطل حياتك وتخليك مشلول ذهنيا ولا تستطيع عمل أي شيء في الدنيا. وعلشان كذي أحب أقول لك عزيزي المشاهد، فكر بإيجابية وشيل عنك الوسواس الزايد من أجلك أنت، وتكون حياتك مليئة بالفرح والسعادة. كذي وصلنا حق ختام حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة ونشوفكم على خير في الحلقات الجاية.